ارحب بكم في بدايه هذه الورشه التي تهدف حقيقه درجة الاولى لالقاء يعني الضوء على الجانب القانوني او البيئه القانونيه لتنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكه العربيه السعوديه، واليه حل النزاعات التي تنشا في هذا القطاع. طبعا القطاع بينمو بشكل كبير، صار له مظله تنظيميه، سابقا ما كان فيه هذا الوضوح في التنظيم. من خلال البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أصبح عدد المنظمين في ازدياد، عدد الفعاليات في نمو كبير. طبعا تنشأ عن مجموعة هذه الحراكات والفعاليات تعاقدات كثيرة بين أطراف الصناعة، بين أطراف الفاعلة في هذه الصناعة، تحتاج إلى 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 التوقف ماليا عند وضعها الحالي، لأنها حاليا بتؤدي إلى نزاعات كثير وتأخذ وقت طويل في حل نزاعاتها عبر قنوات القضائية التقليدية، عبر القضاء الشرعي، وتأخذ وقت طويل، وتعاني أيضا من يعني مزيد من طول وقت القضاء في أو البت في هذه القضايا، أنه موضوع متخصص ويحتاج إلى وقت، وقضايا من نوع جديد ما طرحت كثير في القضاء، فبتأخذ وقت أطول حتى تبت الدائرة القضائية في الموضوع. فنحن بنشوف الآن إيش بدائل هذه الحلول، إيش بدائل كيف نحل هذه النزاعات اللي تنشأ. بداية حقيقة نبدأ عن أهمية العقود ونعطي خلفية عن العقود في صناعة المعارض والمؤتمرات. مقدمة عن العقود بصفة عامة، العقد هو يعني الوسيلة والطريقة اللي تبين الحقوق وتحدد التزامات الأطراف المتعاقدة. العقد هو كما يقال شريعة المتعاقدين، وهو اللي ينظم العلاقة بين طرفي التعاقد. طبعا العقود دائما تخضع لنظام عام، دائما يقول لك ما هو النظام العام اللي يحكم هذا العقد، تحت اي نظام. ففي بعض الاحيان تجد في نظام يقول لك هذا العقد وفق نظام مشتريات الحكومه، فمع الحكومه لما تعاقد مع الحكومه، او تيجي تعاقد مع الغرفه يقول لك هذا العقد يتم تنظيمه وفقا لنظام الغرفه التجاريه بالرياض. فلابد في نظام عام يحكم، لانه ليس كل شيء في العلاقه يساق في العقد، في مبادئ او في أسس تعامل تكون موجودة في حكم النظام العام اللي يحكم هذا العقد. فلذلك لكل عقد يجب أن يكون فيه نظام حاكم، نظام حاكم للعقد. فمهم جدا أن يكون فيه العقد يكون تحت مظلة نظام حاكم، وهو في كثير من الحالات الآن لا توجد هذه الأنظمة في بعض أنواع التعاقدات في صناعة المعارض والمؤتمرات. التوقيع على العقد هو إعلان مبادئ القبول، يعني هو قبول وإيجاب. فإذا صار فيه التوقيع فمعنى الطرفين ألزموا أنفسهم بما ورد في هذا العقد من حقوق والتزامات. طبعاً التقاء إرادة الأطراف هي مصدر التشريع ومصدر السلطان أو السيادة في تنفيذ العقد. طبعاً زي ما قلنا أنه العقود ليست كلها دائماً إنشاء التزام جديد، قد تكون نقل يعني أو مشاركة. فتكون التعاقد لإنشاء وبناء عمل أو تحمل انتقال مسؤولية من جهة إلى جهة. في أنواع في العقود ليست كلها إنشاء التزام، وقد يكون هو نقل أو تعديل التزام. أيضا ما يلحق العقد من تغييرات وتعديلات هو في إطار العقد يعتبر أيضا تعاقد إضافي، فهو يلزم. لذلك تجد نصوص في العقود يقول لك التغيير أو التعديل بموافقة الطرفين، فموافقة الطرفين أصبحت أيضا لها نفس قوة الإلزام كما هي في بداية العقد. ايضا في بعض الحالات حالات انتهاء العقد، في بعض العقود ينص فيها الحالات التي ينتهي فيها العقد. فمثلا في الفعاليات، انا دائما بدي اخذ امثله عشان نركز على موضوع الفعاليات، في ظروف تحصل للمنظم او لصاحب الفعاليه تعيق او تجعل تنفيذ الفعاليه مستحيل او يتم تاجيلها، في ظروف تحصل، فلا بد يكون في حالات الانهاء وتفسر وتحدد في العقد حتى ما تترك للاجتهاد. أي تعاقد له أربع أركان أساسية. أنا دائما أحب أدي بس الخلفية القانونية. الرضا، إنه يكون الأطراف هذه متفقة على العقد وراضين وما في إكراه ولا في غبن ولا في تزوير، ومبني على أسس ومعلومات صحيحة. محل العقد، أنا يجب أن يكون هناك مضمون للعقد، مو أقول والله اتفقنا عقد هو لتنظيم كذا كذا أو لتوريد خدمات كذا وكذا أو لاستئجار قاعة كذا وكذا. فلا بد يكون في محل العقد، موضوع للتعاقد. السبب واضح ومشروع ولا يتعارض مع النظام العام. لا يجوز مثلا في المملكة التعاقد في أي جهة مع أي طرف بين أي طرفين شيء يخالف الشرع.
ما ينفع أنا أتعاقد في النظام إني أنا أأجر محل لبيع منتجات ممنوعة أو لبيع أو متاجرة في حاجات غير مسموح تداولها. فبالتالي أصبح العقد غير جائز حتى وين كان الطرفين اتفقوا على توقيع العقد نظريا على الورق هو ملزم لهم، لكن هو باطل لأنه هم اتفقوا على تأجير هذا المكان لممارسة نشاط غير جائز شرعا أو غير جائز نظاما، فبالتالي ينعدم. فعدم وجود مشروعية النشاط اللي يمارس يسقط العقد أو يبطل العقد. الأهلية طبعا أن يكون الشخص اللي يوقع العقد له صفة صحيحة، له تمثيل صحيح. كثير من المشاكل يصير في العقود أنه بعض الأحيان يقول لك هذا العقد فلان ومختوم، بس هذا الشخص ما اللي وقع وختم ما هو مفوض ولا هو وكيل شرعي ولا وكذا، فلما يملك الأهلية لتوقيع العقد. فبالتالي أنا كطرف آخر، طرف لدي الأهلية في توقيع العقد، الطرف الثاني ما وقع، أنا ما أقدر ألزم بكرة الجهة الكيان هذا مؤسسة أو شركة أو مركز أو فندق بالقيام بالتزاماته، لأنه أساساً الشخص اللي بدأ في البداية ما كان أهل لتوقيع العقد. فالأهلية ركن من أركان التعاقد. قلنا دي الأركان اللي هي كيف الأركان الإسلام الخمسة، هنا هذه أركان العقد الأربعة. إذا سقط أحد هذه الأركان بطل العقد. طبعا في تقسيم لانواع العقود، في عقود مسمى وعقود غير مسمى. الان نجي شيء يعني هذا التقسيم النظري. التقسيم العملي هي مقسمه عقود مدنيه، عقود تجاريه، عقود اداريه. العقود المسمى هي العقود اللي دائما المنظمين او النظام يحطها باسماء معينه ومشهوره واشتهرت في التطبيق بين الناس، زي عقد البيع او عقد الرهن او عقد الهبه. في نماذج ستاندرد موجوده فصارت هذه يسموها عقود مسمى، فبالتالي ما يصير فيه اجتهاد في بين الاطراف في استخدامها، لانها هي جهه معينه اعلنتها وصار فيه معروف عقد الرهن كذا كذا مقارن بالنظام كذا، عقد القرض العقاري كذا كذا، عقد شراء سياره، عقد استئجار منتهي بالتمليك. انواع عقود تكون مسمى ومعروفه لدى السوق. فهذه معروفه زي عقد التامين ايضا. العقود الغير مسمى هي العقود اللي ما تخضع لمسميات معينه ولكن يعني يحتاجوها الناس في حياتهم في أعمالهم في أنشطتهم التجارية، ومنها زي عقود المعارض والمؤتمرات. العقود المدنية والعقود التجارية، العقد المدني والعقد التجاري الفرق بينهم هو يعني توضيح أن القانون التجاري هو ينظم مقتضيات العمل التجاري، أما العقد المدني هو يكون الأشخاص في أطراف. أنا ما أخش في التفاصيل القانونية كثير. العقود الإدارية اللي يكون الدولة طرف فيها، العقد الإداري عادة بين جهة حكومية قطاع عام وقطاع خاص، أو الموظف لما يعمل في الحكومة كموظف هو يعتبر عقد إداري، عقد يعني مباشرة وقرار تعيينه في العمل هو عقد إداري. لذلك لما أنا أشتكي على جهة، أنا موظف في جهة في وزارة ما وبشتكي، أشتكي في القضاء الإداري اللي هو ديوان المظالم. فطالما الحكومة لا تخضع في المملكة العربية السعودية، الحكومة لا تخضع للقضاء إلا لدى ديوان المظالم. في حالات تستثني هذه عدم لجوء القضاء الإداري بموافقة مجلس الوزراء، يعني لو في اتفاقية استثمار معينة في تنقيب بترول أو غاز، ففي بعض الشركات الأجنبية تقول لك أنا أخضع وأبغى أخضع هذه الاتفاقية للتحكيم الدولي وفقا في مرجعيات للتحكيم، احنا نتكلم عليهم نتكلم على التحكيم. فهنا يعتمد، خاصة إذا كان الطرف هو ممول ويخشى على كثير من كثير من الريسكس او المخاطرات موجوده في العقد، فيقول لك انا الجأ لكذا. معظم الحكومات مثلا، أنا اذكر قضيه في القانون اللبناني ايام كان رفيق الحريري رئيس الوزراء، كان قانون اللي اول ما دخل الموبايل في اول دوله دخلت موبايل في العالم العربي كان لبنان، فشبكه الجوال، فكان شركه فرنسيه، فهو وقع اتفاقيه امتياز لهذه الشركه وفيها شرط التحكيم في حل النزاع انه بالمرجعية غرفة التحكيم باريس، بينما في نص الدستور انه الحكومة ما تخضع الا للقضاء اللبناني، واذا في يعني شيء يضطر الامر فيه يصير مجلس النواب اللي يوافق على انه النشاط هذا او العقد هذا يخضع لهذا التحكيم. فبالتالي اضطروا يصير جلسة ومجلس نواب ومناقشات طويلة لين قدروا، لانه صار خلاف في نهاية العقد في نهاية الامتياز. المهم انه العقود الإدارية هي اللي تكون الدولة فيها دائما الطرف.
اجمالا فعلا عقود المعارض او انشطه اللي تتعلق بالمعارض والمؤتمرات هي عقود تجاريه بين المنظمين. قد العقد يصبح اداري اذا كان انا تعاقدت مع وزاره الصحه مثلا عشان انظم لهم مؤتمر صحي وانا منظم، هذا عقد اداري. لكن انا لما اتعاقد مع المركز اللي راح اقيم فيه الفعاليه، او اتعاقد مع مورد خدمات يجيب لي موظفين تسجيل، او مورد خدمات استاجر منه الترجمه واجهزتها او مترجمين او شاشات، هذا عقد تجاري بيني وبينه. لكن العقد الاصلي اللي بيني وبين صاحب الفعاليه الوزاره هو عقد اداري. لذلك بعض الاحيان تكون نفس المؤتمر او نفس الفعاليه فيها عده عقود، العقد اللي بين المنظم وصاحب العمل، الا اذا كان صاحب العمل جهه ليست حكوميه. يعني انا بدي انظم عقد لشركه زي سابق او ارامكو او الكهرباء، هي سيمي جافرمنت لكنها تتمارس في السوق نشاطها كنشاط تجاري، فبالتالي انا اتعاقد معها انظم لهم مؤتمر عن الطاقه لشركه الكهرباء فهو عقد تجاري. وبالتالي كمان عقود من الباطن، لما نورد خدمات محل يورد مثلا زهور او شوكولاته في الحفل، هذه عقد تجاري. فالعقود قد تكون تجاري تجاري او اداري وداخلها عقود تجاريه. قلنا انه هو مبدا الالزام في العقود هو سلطان الاراده، يعني انا وانت اردنا ان هذا العقد، فبالتالي صار حاكمنا اذا ما في نظام معين يحكم هذا العقد تحت نظام معين، فهو ارادتنا اصبحت هي النظام، اراده الطرفين بالتراضي على العقد. طيب في العقود في ثلاث جوانب، الجانب الاداري والقانوني، وهذا يختص بموضوع المواصفات والمقاييس وجداول الكميات والشروط العامه والشروط الخاصه، الاعلان عن المناقصه او العمليه، استدراج العروض، فتح المظاريف، الصيغه القانونيه للتعاقد، هذا كله جانب اداري وقانوني في العقد. الجانب الفني والتطبيقي هو الجانب يختص بجانب التنفيذ في الفعاليه، هو يختص بمتابعة التنفيذ على عقد الطبيعة والمكان، مستخلصات، طريقة الدفع، مواصفات ومؤهلات الموظفين اللي يشتغلوا في الفعالية، هذه كلها في الجانب الفني والتطبيقي. الصرف يختص بالارتباط المالي للعملية وجزئية فين تمويل الفعالية. كثير من المشاكل اللي تحصل في الفعاليات، أنا بعدها كده أمثل في الفعاليات وعشان نرجع بعدين لموضوع أسباب الخلافات، بس عشان تكون الصورة واضحة، أنه ما يكون في وضوح في مصادر التمويل للفعالية. هل هي كلها من رعايات؟ هل جزء من رعايات وجزء تمويل ذاتي من قبل صاحب الفعالية؟ هل هي كلها من رسوم اشتراك في المعرض أو من رسوم اشتراك في المؤتمر؟ فتحصل كثير عدم وضوح في الصياغة يؤدي إلى نزاعات واختلافات أثناء التطبيق بين صاحب الفعالية ومنظم الفعالية. وبعضها قد يكون هو المنظم الفعالية، يعني صاحب الفعاليه هو منظم شركه منظمه، هو ابتكر فكره مؤتمر او معرض وهو اللي بينظمها، فبالتالي الخلافات تكون دائما على مستوى اقل بينه وبين موردي الخدمات، لانه هنا التمويل هو صاحب الريسك، هو اللي يتحمل مخاطره التمويل. عندنا اهم فوائد ابرام العقود، نتكلم عن 8 فوائد. تحديد الاطراف المتعاقده وفق للرضا التام بينهم، يعني انه العقد ويحدد من فوائده انه معروف العقد بيني وبينك، ما في طرف ثالث، لا ما انت عندك شركات اخرى اذا شركاتك مسؤوله معك، لا مو صحيح، لا بد الكيان يكون واضح والتراضي واضح في العقد. فلا يعني ان انا املك عده شركات معناه ان كل شركاتي ادخلت في هذه المسؤوليه، ما لم يكون التعاقد مع شركه قابضه وتشمل المسؤوليه كلها او في تضامن. طبعا في تفسيرات قانونيه لانواع المهم انه من مزايا العقود انه الاطراف المتعاقده معروفه مين، او يعني هو كل واحد عارف مين الطرف الاخر بيتعاقد معه. تحدد طبيعة الالتزام ومدته وقيمة توريد تنفيذ تنظيم دعم لوجستي. طبيعة الالتزام يعني في عقد تنظيم، عقد توريد، عقد شراء، عقد توريد خدمات نقل، عقد توفير أجهزة، فهذه ميزة الوجود العقد أنه يحدد لك نوعية الالتزام أو طبيعة الالتزام المتعاقد عليه. أيضا مستوى التنفيذ، الجودة، المعايير، جداول الكميات، يعني أيضا واحد يقول لك أنا أبغى شاشات، طيب شاشات في السوق مثلا في مستويات، في بتشتني لين بي 2 لان احدث حاجه، هذه سعرها غير هذه، مواصفاتها هذه غير هذه، الريزوليوشن حقها غير، لما نتكلم على اضاءه كم موفينج هيد، كم الاضاءه اللي تطلع منها، عدد السماعات في الترجمه، يقول لك توفير خدمات الترجمه. طيب خدمات الترجمه اذا كان 500 شخص بديهم سماعات غير ما يكون 50 شخص، ساعات الترجمة في اليوم هل هو
طول البرنامج ولا ساعات متعددة عشان عدد المترجمين. ففي تفاصيل تحتاج أن تكون واضحة في العقد عشان نتفادى النزاعات. كثير من يعني صياغة العقود الحالية موجودة يعني كيف ما اتفق، يعني فيها كثير من الاجتهاد وعدم الوضوح يكون سبب في نشوب النزاع. تبين أدوار الجوانب الإدارية والمالية والقانونية المساندة والضامنة لتنفيذها. يعني بعض الأحيان يقول لك إذا لم تدفع كذا كذا فأعمل كذا كذا، إذا لم يقم بتنفيذ كذا أنا أصادر الضمان. فهذه كمان من مزايا العقود أنها توضح الجوانب الإدارية والمالية والقانونية وجزية الدفع إذا كان في دفع من الطرف الآخر، ومواعيد الدفع وآلية الدفع ولمن يتم الدفع، هل هو بحوالة هل هو بشيك، وإذا ما تم الدفع إيش الإجراء اللي يتم، هل أتوقف عن العمل، هل أنا أطالب بتعويض، هل أنا ملزم بأكمل مهما كانت الظروف وهو يعوضني بعدين. بالذات الحكومة هذه دائما سلوك في العقود الحكومية، لا يكون تأخير الدفع سببا لتوقف العمل، استمر وبعدين تطالب، لكن ما تقدر توقف العمل في أي حتى في عقود المقاولات والإنشاءات. لكن في العقود بين الأطراف قد أنا اشترط كعقد تجاري إذا أنت مديتني 50% ما حنزل لك الشاشات، إذا أنت ما اديتني 30% أنا ما حجي أركب، أبدأ أركب أجنحة المعرض في ليلة المعرض. فهذه من حقي أنا أحط شروط اللي تحميني. فالعقد ميزته أنه يوضح الضمانات الكافية للطرفين، لكل واحد كيف ينظر لالتزاماته وكيف يضمنها وكيف يحققها. آلية فض النزاع زي ما قلنا دائما في العقود مهم جدا، العقود المكتملة أنه أنت يوضح فيها في حالة نشوب النزاع وعدم الوصول إلى تسوية ودية بين الطرفين ما هي المرجعية حل النزاع. فبعضهم يحطك القضاء، والآن إحنا اللي بنطالب فيه إن يكون التحكيم. التحكيم التجاري بصفة عامة هو اسمه التحكيم التجاري، سواء كان في قضايا تجارية أو هندسية، إنما التحكيم هو من حلول التقاضي البديلة سريعة القرار وسريعة البت. هنتكلم عليها بعدين في جزئية التحكيم. كيفية التصرف في الظروف الطارئة، هذا أيضا لما نصير في إيقاف، ظرف قاهر، سيول، غرق، كارثة، زلزال، طيب ما هي الحالات اللي تنطبق أنا أتوقف العقد غصبا عني وما أصير أنا ملتزم بتعويض للطرف الآخر؟ يجب تعريف حالات الطارئة أيضا في العقود. هذه من مزايا العقود، تعريف الحالات الطارئة. الحالات زي ما قلنا اللي تجيز وقف العقد أو فسخه. نفترض أنه زي ما قلنا الآن في أنا متعاقد مع جهة أسوي مؤتمر عن شيء معين وتأجل. يعني أنا أقول لك حاجة حاليا نحن نعيشها، إحنا عندنا مؤتمر متعاقدين لتنفيذه لوزارة الصحة عن التأمين الصحي، مؤتمر السعودي الأول للتأمين الصحي، تأجل مرتين. ليش؟ بس العقد كان فيه مرونة في نجيز، لأن وزير الصحة ممكن سمعته من كم يوم أعلن هو عن برنامج التأمين خلال 5 سنوات حيكون كل مواطن يعني يجري للتأمين الصحي، يبغى يطلع التفاصيل هذه المبادرة ضمن المؤتمر. فلما تكتمل الدراسات الاستشارية فأجلنا المؤتمر مرة وأجلناه الحين في مارس إن شاء الله هتطلع كل التفاصيل. فبعض الأحيان يجيك ظرف من طرف الآخر صاحب المؤتمر يقول لك انا احتاج اني اجل المؤتمر لغرض ما او كذا. فلما يكون في مرونه في هذه الحاله كان اول حاجه خسرناها انه دفعنا ايجار راح علينا دفع الدفعه الاولى ايجار الفندق احد القاعات اللي احنا بنسوي المؤتمر فيها اللي قبل 90 يوم بتروح عليك، اذا قبل 60 يوم ممكن تروح عليك نص القيمه اللي قيمه الالتزام سواء القاعات والكيترينج وعدد الغرف، اذا قبلها باسبوع يمكن تدفع المبلغ بالكامل وانت ما نفذت الفعاليه. فهنا الان صار عندي مخرج، لانه في العقد كان مذكور انه اذا تواكب مع اي تعديلات التزامات اضافيه نتيجه هذا التعديل من طرف ثالث مش التزامات مني انا يتحملها زائد قيمه المطبوعات اللي انا طبعتها على اساس انه التاريخ كان في التاريخ الفلاني، الان عندي تاريخ جديد، عندي تكلفه اعاده تعديل في المواقع في الموقع الانونسمنت او المعلومات، هذه كل هذه تكلفه تعديل. فكان في مرونه في العقد فرضت على الوزاره انه سوينا محضر وتم الاتفاق على التكاليف هذه الاضافيه واضافتها على قيمه العقد مع مجلس الضمان الصحي عفوا، هو طبعا رئيس المجلس الضمان الصحي والوزير. فهنا النقطه انه الحالات اللي تجيز توقف العقد او تمديده او تعديله او فسخه اذا صار يعني اذا انتفت الحاجه الى عقد هذا المؤتمر، يسموه دينا خلاص انهاء للملائمه، هم ما عاد يحتاجوا المؤتمر وانت تكبت مصاريف حتى الان كذا كذا، في شيء دفعته وفي شيء انت ملتزم بدفعه بس ما اكتملت، لكن اذا بتوقف المورد حتدي له حقه او جزء من حقه. فهنا هذه الحالات يجب ان تكون معرفه في العقد. بعض الاحيان يعني تصميم هيكله العقود في اجراءات سابقه للتعاقد عاده
استطلاع رأي جهة معينة، إذا كان جهة أول مرة بتسوي عقد في هذا المجال، توفر الاعتماد المالي، لازم تناقش هل ما هو مصدر التمويل، وسائل التعاقد، هل هي بالأمر المباشر، المناقصات، أو الممارسة، أنك تجيب ناس وتفاوضهم، يعني مفاوضات علنية. شروط الشكلية للتعاقد، يكون في طرف التعاقد، أهلية التعاقد، شروط الكتابة، التوقيع وعدد النسخ، شروط التحكيم، مراجعة العقد من الجهات المختصة إن وجد. بعض الأحيان في عقود، بس أنا هذا الكلام عام يعني مو شرط بالفعاليات، زي عقود الإنشاء في أو التنفيذ المستمر في الحكومة، عقود الإعاشة أو عقود الصيانة لمدتها أكثر من سنة، ما توقعها أي وزارة إلا من ترسلها وزارة المالية تجيز هذا العقد. الآن طبعا كله أونلاين وعلى منصة اعتماد، ما عاد صار فيه تأخير زي زمان. شروط الموضوعية للتعاقد، التراضي زي ما قلنا، والتراضي يشترط فيه خلوه من العيوب والتدليس والإكراه أو الاستغلال. يعني لو أثبت أحد أطراف التعاقد أنه كان مكره على التعاقد أمام القاضي، القاضي يبطل العقد. فدائما حتى في بعض الأحيان أنا أعرف قضايا مر فيها في ديوان المظالم محاضر وقعت من مقاولين مع جهات حكومية للتنازل عن حقوق معينة في سبيل أنه هو يحصل على دفعته وما يتأخر، كان فيه تعنت وتعسف من في استخدام السلطة من قبل جهة. فلما ثبت لدى القاضي أنه هذا المحضر اللي هو المقاول تنازل فيه عن بعض حقوقه كان مجبر، وأثبت له أنه كان تحت الإكراه، لغى المحضر، صار غير ذائع برغم أنه له تأثير قانوني أنه موقع وشخص مفوض، ولكن القضاء لغى ما جاء في المحضر. فدائما الإكراه إذا كان إن شاء الله ما هي موجودة في 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 العقود التجارية حق المعارض والمؤتمرات، ولكن بس أنا أحب أدي الخلفية كاملة لموضوع التعاقد. زي ما قلنا إنه محل العقد لابد يكون فيه شيء قابل للتعاقد، يعني ما يكون أنت نتعاقد معك نحول الجبل هذا إلى جبل ذهب، مستحيل. إذا ما هو موضوع تعاقد، يعني غير عقد باطل، ولا زي ما قلنا العقد سبب مشروع انه يكون النشاط مسموح به. من القواعد العامه في تصميم العقد انه هو يكون فيه توازن عقدي. دائما بعض الاحيان يكون طال العقد اذعان او تعسفي، تلاقي من طرف الصايغ اللي يصيغ العقد يراعي مصلحته، لذلك وعلى 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 تلاقي عليه اللي هو الطرف الاخر يجي على حقوق الطرف الاخر بشكل بسيط. العقد المتوازي هو اللي ينظر للطرفين انهم طرفي تعاقد، وصح ان انا ممول وانا صاحب المشروع وانا كذا وانت منبت، لكن برضو زي ما لي انا حقوق والتزامات انت لازم انا اوضح حقوق، فلا بد في الصياغه يكون كنوع من انواع يعني ديلز او صفقات. بعض الاحيان مهم جدا في التفاوض اثناء ما قبل التعاقد لتوضيح هذه الجوانب، تحديد الحقوق والالتزامات بدقه ووضوح، ضمان تنفيذ الالتزامات، لا ينفع التزام بغير ضمان، يعني إذا لم تقم بكذا فعليك كذا، إذا ما نفذت كذا أنا أصادر الضمان أو أخر لك الدفع، عدم التناقض بين العقود. وإن حدث كيف يحل هذا التناقض؟ كثير من الأحيان لاقي أكثر من إدارة أو أكثر من شخص يشتركوا في صياغة العقد، وبالتالي كل واحد بده يحمي جهته من 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 الصياغة اللي هو حطها في جزئيته. فنجي نلاقي لما نقرأ العقد مجتمع مع بعض نلاقي فيه تضاد أو تناقض، وهذا وارد جدا في العقود، خاصة لما ما يكون في عقود نموذجية مرجعية عند الناس في صناعة معينة، فتلاقي هذه التناقضات مليئة موجودة بشكل ملفت في العقد. كيف نحل هذه التناقضات؟ يجب أن ينص العقد أنه في حالة وجود تناقض بين نصوص العقد فإن الفقرة أو المستندات العقد تترقم، فإن المستند رقم واحد يسود على المستند رقم اثنين أو يسود على المستند رقم ثلاثة وهكذا. فلما أجي أقول شروط العامة هذا مستند، الشروط الخاصة هذا، المواصفات مستند، جدول الكميات مستند. فإذا جينا لقينا في جدول الكميات مكتوب توريد لمبات حمراء، بينما في التوصيف مكتوب لمبات ملونة، أوكي، وفي مكان آخر مكتوب في في في, في السعر في جدول آخر حط تفاصيل غير، فنلاقي في تناقض. أيوة ما أتبع أنا كسيادة نص في الثلاثة التناقضات هذه، يجب أن أحدد نص في العقد أقول سيادة النصوص، أي نصوص هذه له أولوية على النص الآخر. دائما الشروط الخاصة تكون لها أولوية على الشروط العامة. جدول الكميات، عرض السعر اللي أنا أقدمه، بعض الأحيان أنت تطرح مناقصة أنا أخذ الـ RFB شروط الكراسة الشروط وأقدم سعر عليها، ولكن ما أتفق في جزئية معينة وبدي أتحفظ وبدي أقدم سعر وأنا في وقت أقدم استفسارات ويجي رد عليها، فأنا أتحفظ في عرضي أقول علما بأن المدة هي 6 أشهر وليست 4 أشهر. خلاص هذا النص برغم انه هو يختلف عن ما ورد في كراسة الشروط اللي كاتبين مدة التنفيذ كشرط 4 أشهر، لكن انا كوني ذكرتها في العرض 6 أشهر فهنا انا وضعت تحفظ. هذا التحفظ في التسلسل الاداري في العقود هو يسود على الشروط والمواصفات.
لانه يجي العرض المقدم من المورد او المقاول، بعدين الشروط الخاصه او ثقه العقد الاساسيه، الشروط الخاصه، الشروط العامه، جدول الكميات وجدول الاسعار. فهنا مهم انت ممكن تعدل فيه زي ما تبغى، لكن المهم ان تكون واضحه وفق انت ما ترى مصلحتك في صياغه العقد، فين الاولويه تكون. هنا استخدام المصطلحات المعروفه وعدم الابتكار. يعني دائما كثير من الناس لما يصيغوا يبتكر لك كلمات من عنده او صياغه او جمل ما هي معروفه في القطاع او ما هي معروفه في الممارسه القانونيه، فبالتالي تخلق مشاكل في التنفيذ. مثلا من ضمن العموميات اللي يقول لك وعلى المقاول تنفيذ او على المتعهد توريد كل ما يلزم من اعمال تكون لازمه في تنفيذ هذه الفعاليه. كلام ما له تفسير، تنفيذ كل ما يلزم من الاعمال التي تكون لازمه لتنفيذ هذه العمليه. فما لم يكن في جداول واضحه ومواصفات تخلق مشاكل في التنفيذ. بعض الاحيان تكرار نفس العبارات والاوصاف لنفس المعنى، هذه بتخلق لخبطه عند ولبس عند المنفذ العمل، انك انت تجي تقول مثلا موظفي التسجيل، يعني تقول مأموري التسجيل، يعني تقول المشرفين على التسجيل والخدمات الكذا كذا. لذا قلنا مسمى وظائف مطلوبة في مكان ما أوصفها نفس الشيء. نفس الشيء نقول القاعة الرئيسية أم قاعة المؤتمر، غرف ورش العمل ولا البريك أوت رومز ولا القاعة الجانبية. فتيجي بعض الأحيان زي ما قلنا لما يكون في أكثر من شخص فريق عمل يشتغلوا على إعداد عقد وصياغة عقد، تلاقي بعض الأحيان توصيف مختلف، فيقول لك أنا في سعري ما يشمل أي ورشة عمل. يقول لك لا يا أخي أنا كتبت لك القاعة الجانبية مشمولة. يقول لك لا، القاعة الجانبية ما معنى أنها قاعة ورش عمل، يمكن قاعة اجتماعات، يمكن اجتماعات جانبية أثناء المؤتمر بين اللجنة العلمية أو اللجنة المنظمة. فتخلق حاجات. فإذا في قواعد الصياغة لا نحاول، إذا هو نفس المعنى نستخدم عبارات أو كلمات مختلفة. بعض الأحيان إذا كان عقود ممارسة يكون فيه مفاوضات ومراحل، من الأفضل توثيق هذه المفاوضات والاجتماعات ما قبل العقد. بعض الأحيان الكيك أوف ميتينج، بعض الأحيان مهما توصف يجي حاجة مكملة لاجتماع إطلاق العمل بعد ما يتعاقد مع الطرفين، يصير في هذا اجتماع إطلاق العمل لبدء الخطة التنفيذية لبدء العمل، يسموه بالإنجليزي كيك أوف ميتينج أو اجتماع إطلاق العمل أو الستارت نوتيس تو ستارت، يعني لبدء العمل. حتى في الاجتماعات هذه يكون في تفصيل، فيه شوية فلان مسؤول عن كذا من جانبي أنا كمشرف أو صاحب الفعالية، إنه فلان مسؤول عن اللجنة العلمية، فلان مسؤول عن لجنة التسجيل، بس الفوكال بوينت حق الموضوع ده. لأنه إيش اللي يحصل؟ بعض الأحيان يصير في مرجعية عند المنفذ الفعالية عدة أنشطة، نشاط علمي، نشاط تنظيمي، النقل، اللجنة المالية، اللجنة الإعلامية، مجموعة لجان في عمل المؤتمر. بالمقابل من الطرف الآخر ممكن صح انه يكون في شيء يوازي، يعني الاعلامي يرجع لواحد مسؤول عن لجنه اعلاميه، او واحد اللجنه العلميه ترجع لواحد مسؤول عن اللجنه العلميه. بعض الاحيان يكون في تفاوت بين اللجان اللي لدى صاحب الفعاليه واللجان اللي لدى الشركه المنظمه، فيكون في تضارب في التاني. اذا ما هم متوائمين هتلاقي واحد يدي تعليمات مختلفه للمجموعه غير. فهنا دائما في المحضر هذا او الكيك اوف ميتنج او اجتماع اطلاق العمل او اجتماع اشعار بدء الاعمال، مهم انه ينحط فيها توضيح. هذه ما تكون عاده في مرحله التعاقد، تكون في مرحله التنفيذ، توضيح الاليه التنفيذيه، وبالتالي تصير ملزمه. عشان تصير جزء من العقد وملزمه لابد يكون فيها محضر، يكون فيها توقيع، بحيث انه خلاص معروف انه اي قرار من يمثلك في هذا العقد فلان، من يمثلك في الجانب المالي فلان، خلاص اي شيء يجيني من فلان هعتبره ملزم لك، هو يمثل هذه الجهه في العقد. وبالتالي يقول لك بكره تحصل بعض الاحيان يجيك موافقة، هذه عينة القلم، هذه عينة البدج، هذه عينة كذا، موافقات تيجي يقول قول هذول اللي وافقوا لك ما هم مفوضين أصلا وافقوا لك. فيرجع هنا الكيك أوف ميتينج، من هم أصحاب المسؤولية اللي توزعت عليهم المسؤولية في فترة التنفيذ. فهذا جزء مكمل من العقد ومهم أنه يوثق. طبعا هذه يعني المراحل اللي يمر فيها العقد: التحضير، التعرف على أهداف العقد، الحصول على الأشياء القانونية في بعض الأحيان إذا احتاج الأمر. القانونيين إذا فينا قانونيين لا يزالوا مني كثير، القانونيين دائما خليهم على جنب آخر شيء لما تخلص أهدافك وإيش تبغى وكل شيء، بعدين أدي القانون يقول له عندك ملاحظة ولا. لكن لما تدخل القانوني من البداية ويقول أعطيني رأيك ما تخلص. القانونيين زي المفتين دائما يتحوط إلى الوضع العام، ما يحب يدير الفتوى الخاصة والرأي الخاص في الموضوع، لأنه يعني فكر المستشار القانوني دائما
يبحث عن المعيقات والمانعات أكثر من المبيحات في النصوص، فيتحوط أكثر من اللازم، فبالتالي تلاقي النصوص صارت قوية وبزيادة. لا أنت حط إيش أهدافك وإيش تبغى، بعدين نديله إياها أو يشارك الجانب القانوني في أنه هو يراجع النصوص، لكن أنه هو ينطلق ويبدأ ينشئ النصوص صعبة. يعني هذه من النصائح يقول دائما التجربة والخبرة، القانونيين خليهم يعني مرحلة متأخرة شوي. أول شيء أنت أبدأ حدد إيش تبغى، بعدين قلنا الصياغة المبدئية تكون منك، لا تدخل القانون فيها، مراجعة الصياغة وتهذيبها، إعداد مسودة للطباعة، المراجعة الداخلية شاملة، فحص انسياب الأفكار وتناسق بنود العقد عشان ما يكون في حاجات، الترقيم حتى مهم، مراجعة أجزاء العقد بالتتابع وإزالة التعارض مع البنود الأخرى في التعاقد، وقلنا أسلوب الصياغة، وضوح الصياغة، أسلوب المباشر المفهوم، تجنب المصطلحات العامة وفق أجود ما يمكن، وفق أعلى درجات الرائعة. الكلام ده ما له تفسير في التطبيق، كلام جميل لكن تجنبه في الصياغة، وفقا لما ورد من توصيف لكذا كذا في الجدول رقم كذا، وفقا إذا في مواصفة معروفة لنشاط معين ومصطلح متعارف عليه تقول وفقا لما صدر عن كذا أو وفقا للمواصفة رقم كذا. تحديد المبني، يعني تجنب المبني المجهول، ودائما حط المعلوم، وعلى المعهد أن يقوم بذلك، وعليه بعد شوية تيجي في سياق الكلام ثم عليه، تيجي ما تعرف هو عليه هو ولا مقاوله من الباطن، فدائما وعلى المتعهد القيام كذا، أم وعلى مورد الخدمات التحري عن العدد اللازم من كذا 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 كذا، فدائما تجنب تحديد القائم بالعمل دائما، ويقوم المقاول ويقوم بتنفيذ ذلك. من هو الذي يقوم؟ بعض الحين واحد من سياق في سياق وماشي ينسى، في بعض الحاجات توضيح من يقوم بالالتزام المنصوص عليه مهم، لأنه حتى يكون في يعني أقل عرضة للخلاف. الحشو والتكرار واستخدام أكثر من مصطلح ذات المعنى تكلمنا عليها، قصر الجمل دائما، حاول جمل قصيرة، استخدام علامات الترقيم الصحيحة، ما أجي أقول أولا وبعدين داخل أولا أقول أولا مرة ثانية. إذا أولا قلنا نطاق عمل المقاول ويشمل ما يلي، واحد اثنين ثلاثة، أوكي منطقي، واحد اثنين ثلاثة، داخل واحد نفترض أنه هو القيام بأعمال لجنة علمية، يجي واحد واحد، هذا فرع من اللجنة العلمية، واحد اثنين، أسلوب الترقيم مهم لأنه بعض الأحيان يلخبط القارئ أو المستخدم العقد إذا كان في عدم وضوح وسياق واضح في ترقيم البنود على نعمل الفرعية، دي كلها خلاص تكلمنا عليها. في ثلاث قواعد هامة في الإنجليزي يسموها 3 بيز، اللي هي predict, provide, protect. دائما في صياغة العقود توقع ما يحدث، أنت بتتكلم دائما في العقد على شيء راح يحدث، فهو في prediction، في توقع، وضع حلا لأي ظرف طارئ. provide يعني solution أو حل، لو كذا what if، إذا حصل كذا كيف أعمل كذا، أحمي منشأتك أو جهتك اللي أنت بإجراء قانوني ملائم، protect يعني دائما بريدكت بروفايد بروتكت، هذه دائما تلاقيها في كل النصوص، في كل شيء لازم يكون عندي انا اتوقع ايش اللي يحصل، ولازم احط حل لاي ظرف طارئ قد يعني غير التقليدي في العمل او متوقع يحصل، واحط التدبير القانوني والنص القانوني اللي يعالج هذه الحاله. طيب احنا هنا هنتكلم على نصائح على او مقترحات تساعد على صياغه العقد. يجب أن تكون صياغة العقد في الزمن المضارع، لأن استخدام صيغة الماضي والأمر المستقبل غير مسهب، يقوم المقاول بتنفيذ كذا كذا، ينفذ هذا العمل بناء على ما يرده من كذا وكذا وكذا كذا، تجتمع اللجنة العلمية كل أسبوع خلال، فدائما صيغة المضارع هي التي تستخدم. يجب أن تكون الأفعال مبنية للمعلوم، فالفعل ما بيجول يثير اللبس لدى القارئ، تكلمنا عليها، لكن دائما حاول نحط دائما ويقوم وتقوم اللجنة العلمية بإقرار البرنامج العلمي، بعدين وتستخدم اللجنة في ذلك عدد من المستشارين، بقدر الإمكان نحاول نتجنب المبني المجهول والضمائر. استخدام لغة معينة من حيث الذكورة والأنوثة، ولا تستخدم مثل هو وهي، يجب اختصار اللغة وعدم التطويل غير الضروري وغير مبرر. استحسن استخدام عبارة يلتزم للتأكد من دقة استخدامه، ضع عبارة واجب مكانها، فإذا استقام المعنى معناها التزام صحيح. دائما في الناس يحطوا كلمة يلتزم أو يلزم أو من التزاماته في مكانها غير صحيح، فإذا تتأكد أنه صحيحة ويجب فهو هذا واجب عليه، فمعناه أنه كلمة يلتزم في مكانها الصحيح. إذا كان المقصود هو جوازية
يمكن إحلال البلد، يمكن يكون له أن يفعل كذا، يعني هذه نقطة، ويجوز للمقاول أن يختار مثلا كذا أو يختار ألوان اللاينر ده والحبال البتجات، عارف هذه يعني، ولكن يمكن له أن يختار، فهل ويجب أن يختارها بناء على، فالمهم العبارات لها معنى في التنفيذ. طيب هذه نفس الشيء. طبعا بعض الأحيان في حاجة بعض من يصيغ العقد يتقصد أنه يرمي إلى معنى لا يفهمه من يقرأ كراسة الشروط أو يتعاقد عليها، فيقول لك حط له عبارة في النص أو حط له كلمة في آخر السطر أو دخل هذه ضمن هذه وهو مسؤول عن كل كده، وكثير تيجي كلمة، لا خليك واضح وصريح في العبارات حتى لا تثير موضوع يعني الخلاف أثناء التنفيذ. فمهم جدا يعني ما الوضوح وما يكون في معنى قابل للتفسير أو اللبس من الطرف الآخر، هذه مهمة جدا. حتى شرعا ما يجوز أنك ترمي إلى شيء يفهمه أنت تصيغه بشكل ومفهومه العام بشكل، وأنت تيجي تفسيرك أنت وتطوع وفق أنظمة معينة بشكل آخر، يعني لازم تكون وضوح. أنا أذكر واحد كان يقول جات فترة نزل في السوق عسل من أوروبا الشرقية من لتوانيا وألبانيا ومن دول، وعسل ممتاز. فجاء واحد من المحلات اللي بيعوا البخور والعسل فاشترى بالجملة، بس اشترط على بايع الجملة انه يسلموا العسل في الشفا في الطائف. قالوا ليه؟ هو المحل في جدة. قالوا ليه؟ قالوا ما لك علاقة، اشتري منك بس سلمني هناك. فراح اشترى العسل وسلمه هناك. فبعد ما جابه نزل قالوا ليه؟ قالوا عشان بحلف اقول والله جايبه من الشفا. هو صادق انه جايبه من الشفا بس نوى يغش، هذا حلف بغير مكانه، يعني استخدام استغفر الله العظيم قسم، يقول لك والله جايبه من الشفا، هو ما كذب في 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 مظهره لك، لكن هو مو عسل من الشفا، بس المفهوم اللي يترسخ عند الناس لما تقول والله جايبه من الشفا انه عسل شفوي، من 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 اشهر انواع العسل من الجبال على حق الشفا، هو جايبه من. فهذه هذا اللي انا اقصده، انه بعض الاحيان انت ترمي الى شيء والمفهوم العام شيء اخر. طيب الان زي ما قلنا وات اف، دائما هذه العباره تحطوها في ذهن اللي هي صيغه العقد. طيب لو حصل كذا ايش الحل او ايش الوات اف اللي هو ماذا لو. زي ما قلنا اعمل كروس شيك بين النصوص عشان تتاكد انه ما فيها تناقضات، واذا في تناقضات يزيلها. يعني زي ما قلنا تجنب استخدام المحسنات البديعية، يعني النصوص الإنشائية العالية، الدقة والثبات على المصطلح واحد للمعنى الواحد. ما نقول المقاول المقاول، ما نقول المتعهد المتعهد، ما نجي كل شوية نوصف بشكل وعلى الطرف الأول، ومرة ثانية نقوله على المقاول وهو مسؤولا عن كذا كذا والمتعهد كذا، تلاقي مثلا 4 أو 5 وصوف لطرف واحد في العقد. قلنا هي نفس الشيء، تفادي المترادفات، استخدام علامات الترقيم استخداما صحيحا. هذه بعض النصائح. قبل توقيع العقد يجب التأكد من هل مسمى العقد صحيح ويتوافق مع مضمونه، يعني هذه زي شيك ليست نعمل عليها، شيك ليست قبل توقيع العقد، هل مسمى العقد صحيح ويتوافق مع مضمونه والهدف منه، هل في تاريخ للعقد وتاريخ السريان، متى يبدأ العمل به وله مدة، هل كتبت أسماء الأطراف الموقع العقد وصفاتهم بشكل صحيح، وهل في المستندات الأهلية، هل معلومات التمهيد صحيحة اللي هي مقدمة العقد، هل تم وصف الخدمة محل العقد بشكل سليم وصحيح، هل تم تحديد التزامات الطرف بشكل واضح ومفهوم، هل هناك مبالغ محددة في العقد أم هي متغيرة. وهذه نقطة مهمة، بعض الأحيان العقود تكون عقود مقطوعة، بعض الأحيان تكون عقود يونت أو قابلة للقياس بناء على كميات منجزة أو منتجة، فبالتالي ما تصير في قيمة نهائية، قيمة للعقد تقديرية ولكن المحاسبة الفعلية وفقا لما يتم من إنجازه من كميات الأعمال. فإذا كان مثلا بالوجبات يقول لك والله أنا 500 ريال على الكوفي بريك والغداء للشخص الواحد في المؤتمر، ولكن أنا أحاسبك على يعني العدد الفعلي. طب أنا عشان أخذ هذا الالتزام من الفندق والديني قاعة بسعر جيد لازم أضمن له عدد حددنا، لازم هنا في دي الحالة أقول أنا 200 شخص حددنا، وإلا إذا كان ما في حددنا أنا أخذ 1000 ريال على الشخص بدل 500 ريال، لأنه الفندق ما هيجي يسوي أكل ولا يعطيني قاعة
شبه مجانية أساس العدد فيه 50 شخص زي الزواجات، لما تأخذ يقول لك الحد الأدنى 200 معزومة ولا كذا عشان يطلع الكوست. فهنا الآن لازم تكون واضحة إذا كان قيمة العقد ثابتة ولا متغيرة وقابلة للتغيير حسب الأعداد الفعلية. زي ما قلنا من له أليات الدفعات المرحلية، الدفعة الأولى الدفعة الثانية، هل هي دفعات مرتبطة بزمن أو دفعات مرتبطة بإنجاز؟ في الغالب تكون دفعات مرتبطة بإنجاز، إذا أنجزت مثلا الموقع الخاص بالمؤتمر، إذا أنجزنا الإعلانات الأولية، إذا تمت أعمال اللجنة العلمية وتم تحديد برنامج المؤتمر. ففي علامات في 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 في, في, في مراحل التنفيذ المايلستونز، إذا أنجزت ومراحل محطات إنجاز إذا أنجزت يستحق المقاولة الدفع كذا كذا. فتكون واضحة تسهل الدفع. طب لو ما دفع هل أتوقف ولا أستمر ولا أنا يستحق كذا؟ لازم تكون واضحة في العقد. طب هل هناك جزاءات عند عدم تنفيذ أي بند من بنود العقد؟ تخلف عن العمل، هل أنا أسحب العمل منه ولا ينفذ على حسابه؟ ولا أنا أشوف إلى الآن ما جاب لي مثلا شركة معارض وهو ماشي في الأمور الثانية كويسة بس ما اختار شركة اللي راح تبني المعارض، هل أنا أنتظره ولا أنا أدي له مهلة وإنذار؟ وإذا ما تجاوب خلال مدة الإنذار أنا ألجأ مباشرة وأجيب المورد الآخر اللي هو المفروض يجيبه لي. فهذه لازم تكون واضحة. ايضا اذا كان حق لي انا التعاقد من الباطن، ولا بعض الاحيان في واحد يقول لك انا جبتك انت الشركه دي وباك انت اللي تنفذ بستافك، ما فيك تعطيها من الباطن الا للاعمال التي انت لا تملكها. يعني ما في، مو كل واحد عنده شاشات، ولا واحد منطقي ان يكون كل منظم عنده كميه شاشات لانه مكلفه وتقنيات متغيره سريعه، فما تسوى اني انا اشتريها كمنظم بس عشان اسوي مؤتمرات، هتطلع غاليه علي جدا. بينما المورد الاخر اللي بياجرها لي او فلان وفلان 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 والشركه دي والشركه دي اوفر له، ودائما تلاقي في السوق حاجات جديده وحديثه، فبالتالي انا استاجرها للمده هذه، فبالتالي من حقي اني انا استعين من بعض الاحيان. كثير من الجهات لما تعطي عقود للمنظمين بالذات اذا كان جهات حكوميه او شركات كبرى او جمعيات كبيره تقول ايش الامكانيات اللي عندك؟ طيب انت كل شيء عندك ان هاوس ولا شيء برا؟ لا، ما هو كل شيء ان هاوس، في شيء حتى نظام التسجيل في بعض الجهات المان باور سبلاي. انا الان مثلا شركه سين عندها 30 40 موظف، لكن وقت الايفنت يكون عنده 200 واحد في الميدان، عنده 30 40 واحد في الاستقبال والتسجيل، عنده 20 واحد في المعرض، عنده في اداره الورش واداره الجلسات احتاج يمكن 10 12 شخص، هذول كلهم مان باور سبلاي كمباني، انا اجيب اشتري الخدمات هذه، مو منطقي لازم يكونوا كلهم على كفالتي اذا كانوا اجانب، ولا كلهم على متعاقد معهم اذا كانوا سعوديين على التامينات. في بعض الجهات يعني بالذات اذا كان حكومه تخش في التفاصيل هذه. فهناك لازم يكون في بند للجزاءات في الحالات اذا كان نزلت الكواليتي او الاكمال العمل. طيب بعض الاحيان برضو موضوع يصير فيه خلاف، الموضوع نسب الانجاز، يقول لك اذا انجز المقاول كذا او كذا، طب انا انجزت باقي 5% من الجزئيه دي، هل ما استحق الدفعه؟ كيف نقيس الانجاز في كل جزء من الاجزاء؟ هذه مهمه جدا تكون موضحه واضحه. وزي ما قلنا موضوع فض النزاعات، دائما العقود زي ما قلنا في صاحب فعاليه ومنفذ، هذا العقد الرئيسي دائما، وفي عقود بين منفذ الفعاليه وموردين ومزودي الخدمات زي فنادق مراكز المؤتمرات، يعني عقد بين المنظم ومركز مؤتمرات زي او بين منظم وقاعه داخل فندق، شركات اللي تقدم الخدمات الصوتيه والمرئيه الاي في، الطباعه، كل ما يخص بالمطبوعات هذا ايضا عقود لها على سبلاي، خدمات الضيافه، المان باور سبلاي وشركات دعم الموظفين للدعم البشري، الستيج، اجنحه المعارض، السفر والنقل، ايجار السيارات، تصنيع الهدايا والدروع، وحاجات كثيره. بس انا حبيت يعني بعض الحين حتى البراندنج، لو شركات تشتغل على البراندنج الهويه اذا كان ما في براندنج ان هاوس تيم داخل الشركه. طيب اعتقد هذا اخر سلايد قبل ما نروح للتحكيم. اسباب نشوب، الاسباب بعض اهم اسباب اللي تؤدي الى نشوب النزاعات في هذه الصناعه، زي ما قلنا عدم وجود نظام عام يحكمنا، ما في نظام عام، فبالتالي تلاقي مرجعيه العقد هو الاتفاق بين الطرفين. لما يكون حتى في نظام عام وفي تشريعات في الصناعه تسهل كثير من عمل مظله بشكل ما للتعاقد. عدم وضوح نطاق الاعمال بشكل محدد وبوصف تفصيلي، يعني كثير ما احنا يقول لك اعتقد انه التنظيم يشمل كذا، يا اخي لا ما يشمل كذا، هذا في عرفك انت صاحب الفعاليه، لكن احنا كمنظمين نرى لا هذا ما يشمل كذا، ما يشمل الكراسي الا هي اللي موجوده في الفندق، لا انا ابغى كتبت لك في العقد انه الصف الاول كراسي في اي بي راقيه جدا فاخمه من اعلى المستويات، هيجيك صاحب الفعاليه يقول لك انا مكتوبه كذا في المواصفات، طيب انا يقول لك انا افترض
انا انه هذه الكراسي هي من الكراسي المتاحه في الفندق، ما اروح استاجر كراسي او كنبات من برا، فتصير خلاف. لذلك لما يكون واضح انه انا اقول الكراسي هذه كذا وكذا وكذا، يقوم اقول يتم توريدها من خارج الفندق او هي نفسها المتاحه في الفندق، او انا اذا شكيت فيها في اثناء اعداد عرضي اقوم احط هذه العباره، علما بان الكراسي المقصوده بالفقره 2 ألف من الماده 7 في جدول كميات هي ستستخدم من الكراسي المتاحه في الفندق، خلاص انا اعرف لانه ما حطيتها التكلفه عليها. اذا هو فهذه النقاط يعني عدم وضوح نطاق العمل يؤدي كثير من مشاكل. يعني بيقول لك مثلا دليل المؤتمر، هذه النقطه دائما تصير فيها مشاكل ترى بين المنظمين او برنامج المؤتمر. دليل المؤتمر ما يقول لك ايش عناصره، مقدمه برنامج المؤتمر، نبذة عن ملخصات البحوث المقدمه في المؤتمر، دليل العارضين، صفحه لكل شركه راعيه. هذا ممكن في مؤتمر يطلع 20 صفحه وممكن في مؤتمر يطلع 200 صفحه. فانا ما اجي اتعاقد، فدائما اما اقول انا ورق 90 جرام كوشيه مطفي مط مدري ايش لا يزيد عن 120 صفحه، خلاص انا اعطيت سهلت علي انه يجيني سعر كويس. ليه؟ لانه ما صار في ريسك. هو ما واحد يضحي يقول لك من تجربه سابقه يلا يا عم بكم 10 ريال تكلفه الدليل، ولا واحد ثاني يقول لك لا مر على تجربه سابقه يقول لك لا 150 ريال حيكلفني أربعة الملون وسماكة الورق ونوعية طباعة فاخرة ويمكن يوصل 150-200 صفحة، هذا كأنه كتاب. فبالتالي يخش، لذلك عدم وضوح هذا، عدم جزئية، عدم وضوح نطاق الأعمال، فتسبب مشاكل في الدم. زي ما قلنا حدوث خلافات حول طرق تقييم الأداء، دائما إذا ما كان في طريقة تقييم أداء وقياس نسبة الإنجاز تصير مشاكل، تسوي نزاع بين الأطراف. عدم وجود عقود ذات صياغة متوازنة تحفظ حقوق الأطراف. عدم صرف المستحقات المذكوره في العقد اول باول مقارنه بالنسبه للانجاز، وهذه دائما تصير مشاكل، انه يقول لك والله لسه ما استلم الفلوس من الراعي. الاعتماد احنا اخر السنه الماليه. بينما في جدول مكتوب انه انا اذا انجزت كذا استلم كذا. فاذا ما في هذه دائما تسبب، يقول لك لا كمل واحنا نوعدك واحنا نسوي وبعدين. وهذه بالذات لما يكون فيها جهه منظمه او جهه صاحبه فعاليه سواء جهه حكوميه او جمعيه وفي منظم. دائما احرصوا في عقودكم انه تضمن الدفع بالدرجه ونسبه عاليه ما قبل التنفيذ. مجرد ما تنتهي الفعاليه يكون هو حاجته انتهت، هيبدا يطلع لك على قول الاخوه المصريين القطط الفطسه دي ليه ودي ما ادري. انا اذكر مره في فعاليه راعي ما دفع كل نسبه الرعايه اللي بعد المؤتمر، جاي يوم من هذا باقي نص قيمه الرعايه، قال لا بنتحاسب، انتم كاتبين في مزايا الرعايه البوث المعرض 3 في 3 قستها انا لقيتها 290 في 3. طيب ال 10 سنتي هذه سماكة الالومنيوم للجناح اللي بعده ما يعرف هو صنعه، يقول لك لا تبي تخصموا لي نسبه. فهو انتهى والفعاليه انتهت وحصل اللي حصل واخذ الميزه اللي يبغاها والاكسبوجر اللي يبغاه، فيجي يفاوضك. فدائما احرصوا بقدر الامكان انه دفعاتكم سواء من اطراف راعيه سواء من جهات منظمه باقصى شيء تاخذوها مع التنفيذ، لأنه هو أعلى صرف على أيام المؤتمر، الأكل والفندق والنقل ووصول المتحدثين وسكنهم والغرف ولا في المعرض الافتتاح الشاشات كلها تيجي في تكلفة متركزة في هذه الفترة. فمهم أنكم تبون كيف توازنوا فيها. أيضا حقيقة يعني من حاجات عدم وجود خطة تنفيذية وجدول زمني للتنفيذ. يعني أنت بعض الحين تشتغل تعتقد من خبرتك أنك ماشي جيد وأنك أنت متحكم ومسيطر على الفعالية وأن الأمور ماشية هي طبيعتها كذا، الطرف الآخر قلقان أول مرة يشوف على الفعالية أو هو صاحب فعالية فيزعجك لا ما سويت ما فعلت، تلاقيك حتى ما يساعدك على يعني الإنجاز. لذلك لما يكون في خطة تنفيذية واضحة محددة المعالم وجدول زمني، أنا خلال أسبوعين أكون أنجزت الويب سايت حق المؤتمر، خلال 6 أسابيع أكون أعلنت عن الكول فور بيبرز أو دعوة تقديم مبحوث، يوم كذا يكون انا وصلت لكذا، يكون اعتمد نماذج البراندنج حق كذا، اعتمدت البادجات، اعتمد صياغه بطاقه حفله الافتتاح. لما يكون في برنامج الطرف الاخر انت وفرت للطرف الاخر مقياس ثيرمومتر او كي بي ايز يقيس فيه ادائك بحيث انه ما يزعجك. فهذه دائما تصير موقع خلاف، هو يعتقد انك انت ما سويت ويسوي لك انذار وممكن يفكر بسحب العمل يسند العمل جهه اخرى وانت ما سويت. زي ما قلنا وجود اختلافات في المفاهيم والمصطلحات الخاصة، حتى الآن لم تسود لا يوجد كومن يعني مصطلحات ومفاهيم عبارات حتى الآن في الصناعة الكل اتفق عليها،
في محاولات كبيرة من البرنامج الوطني لمعرض المؤتمرات، أنجزوا في 5 سنوات الماضية كثير من في هذا الاتجاه، لكن ستيل نحتاج وقت أكثر عشان يعني يصير معروف عند الناس كلها. لما نقول شاشات أو نظام صوتي وضوئي معروف إنه يشمل كذا ويشمل كذا ويشمل كذا، محتاج إنه يعني يصير فيه خلافات عليه. وجود تناقضات في بنود العقد وقلنا عليها مهم جدا، إنه من الأسباب اللي تؤدي للتناقضات كيف تنحل، هل النص هذا يمشي ولا هذا النص يمشي؟ إذا ما في نص في العقد يوضح سيادة النصوص هذه تكون دائما سبب لخلق النزاع. كثرة تغير عناصر المعرض والمؤتمر، تصير بعض الأحيان كثير المؤتمر يبدأ بشيء شيء وينتهي عند التنفيذ بشيء آخر. أنت تتوقع مثلا مؤتمر فيه 20 متحدث في 6 جلسات لمدة 2 يومين، أثناء صار إقبال عالي عليه في متحدثين كثير، تلاقي جهة كبرت الموضوع وسعته، فلا بد في نصوص اللي تعالج التغييرات هذه اللي تحصل. أيضا ضعف الكفاءات الإدارية القائمة على تنفيذ الفعاليات. الحقيقة هذه من الأسباب الموجودة عندنا، إنه ستيل شبابنا وشاباتنا احتاجوا وقت أكثر يكونوا يعني كفاءات عندها الخلفية القانونية القوية في التفاعل. مو كل شيء تكتبه، مو كل شيء توقع عليه، مو كل محضر توفق، يحتاج الواحد يقرأ. إحنا بعض الأحيان نتحمس في سبيل نبغى ننجز بسرعة، فتلاقي خلاص ارجع وافق، بعدين يجي اكتشف شيء وافق عليه مخالف للعقد أو غير مو ليس بالطريقة الصحيحة. فهذه مع الوقت إن شاء الله تتحسن، لكنها ما زالت سبب مشكلة، إنه يقول لك زي ما قلنا الآن هذا وافق هذا مو موافق. طب يقول لك يا أخي هذا مخالف للمواصفات، بيقول لك يا أخي مندوبك وموافق عليه وأنا رحت اشتريت الكمية، فتصير فيها. فأيضا تحتاج يعني إن شاء الله مع الوقت تحسن، لكن ما زالت هذا أحد من الأسباب. عدم توثيق مراحل العمل، هذه زي ما قلنا بعض الأحيان خلاص هذه الشنطة والحقيبة في المؤتمر ممتازة حمراء صفراء جيبوها، أو هذا الشكل كذا، أو اعتمدوا هذا الشكل. بعدين يجي اللجنة الأعلى شوية، لو تقدم شوية جاء وكيل الوزارة مثلا واطلع على تقرير موجز عامجة، قال وش الألوان هذه؟ إيش هذا الشعار هذا؟ حد لك كل الشغل اللي سويته لكم 6 شهور بعبارة واحدة. فلكن لما يكون موثق وموضح هم يتحملوا المسؤولية، لكن إذا ما في شيء أنا حميت نفسي كمنظم واخذ توثيق لهذا الكلام انا اللي اخسر، حضطر اعيد من كل مجال. يقول لك يا اخي احنا كنا ماشيين معاكم انه شكله زين وكذا، لكن الان لا. لذلك احرص على التوثيق، التوثيق عندنا مهمل حقيقه، مهم جدا توثق كل خطواتك كل اجتماعاتك اجراءات، خذ الموافقه بشكل مكتوب، ارسل المطلوبات بشكل مكتوب، قدم طلب الدفعه في موعد محدد. بكره لما تجي طالب بالتعويض عن تاخير دفعه او شيء يقول لك يا اخي طب انت اصلا، يقول لك ما قدمت الدفعه متاخر، انت طلبت شفويا بس. لكن لما تكون موثق انت رافعها تقدر تعمل عليه الحاق لطلب الدفع اللي مر عليه 3 اشهر ومر عليه 2 اسبوع، صار في عندي وثيق محطات اقدر اعتمد عليها. الوضع الحالي للعقود في صناعه المعرض والمؤتمر، للاسف لا توجد عقود قياسيه او نماذج يرجع لها عند التعاقد بين اطراف التعاقد. حتى الان ما في عقود، عقد مثلا توريد خدمات صوت وشاشات واضاءه، ما في عقد نموذجي موجود لاستئجار قاعة، لكن في عقود مفروضة، وهذه حقيقة من النقاط السلبية الموجودة عندنا، إنه بعض الجهات اللي هي محدودة وهم مسيطرين على السوق بيفرض عليك الشروط غصبا عنك وتقبل بشروطه ولا ما تقدر تنفذ فعليا. فمراكز المعارض والمؤتمرات زائد قاعات الفنادق للأسف بيستخدموا يعني تفردهم أو قلة عدد منافسينهم بأنه هو يضع الشروط اللي يبغاها، لكن ما في جهة المرجعية ألزمتهم بأنه لا تعال عشان أنت تبي تعقد تسوي عقد إيجار زواج هذا شيء آخر، عقد إيجار حفل خاص عيد ميلاد شيء آخر، لكن أنت قاعة فندق 4000 متر تبي تسوي فيها معرض أو فعالية لابد تتبع آلية معينة في التعاقد عشان أحمي الصناعة هذه. الآن مو موجود، يعني أنا ما أقدر، ما في جهة حتى الآن تفرض على مركز معارض أو على قاعة تقول له والله الدفعة لا تزيد الأولى عن 10%، وإذا أعلن ألغى الفعالية قبل 90 يوم ما تأخذ منه ولا ريال، عشان أنا ما أجي، لأنه في ناس متحمس وبيشتغل يبدأ يخاف من يوم يلاقي الشروط هذه قدامه، فبالتالي تموت الصناعة. يعني نبغى أصحاب المنشآت الصغيرة، نبغى الناس اللي عندهم فعاليات صغيرة يكبروا ويسووا ويسووا، فلما تيجي تعقدهم بهذه الشروط، وهذه حقيقة من عيوب الحالية في موضوع التعاقد، إنه ما في أحد كابحهم ماشيين على كيفهم، فهذه بالذات في جزئية أصحاب. الآن الآخرين كان في فترة مثلاً موردين شاشات قليل، الآن السوق مليان أقدر ما تبغى أنت أخذ غيرك، هذه مزاياك. لكن في بعض الخدمات للأسف، لكن برضو عشان نخفف النزاعات
نتمنى من غرفة زي غرفة الرياض أو غرف اللي عندها لجان زي لجنة معرض الرياض، في لجنة معرض أكثر من غرفة، اللجنة الوطنية للسياحة والفعاليات والترفيه والفعاليات، وأيضا البرنامج الوطني، يصير فيه مجهود مشترك، والجمعية الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات اللي إن شاء الله بدأت تتحرك، اللي يصير فيه مجهود مشترك في إسناد العمل لفريق عمل لاستشاري، المهم نطلع بمجموعة عقود نموذجية إرشادية. أنا ما بلزم الطرفين، أنتوا أحرار تتعاقدوا زي ما تبوا، لكن على الأقل عشان أحمي الصناعة أبغى أطلع عقود إرشادية لكل نوعية تعاقد، بحيث أنه نرسخ ونثبت يعني استمرارية واستدامة. ليه؟ لأنه أنا لو فشلت كمنشأة صغيرة وفلست قاعد أخسر الاقتصاد، قاعد أنا أخسر كشخص. لا، أنا أبغى من خلال هذه العقود أحمي الأطراف، أحمي الصناعة. زي ما قلنا لا توجد مواصفات اعمال محدده لبنود وعناصر المعارض متعارف عليها يمكن استخدامها كمرجعيه، زي ما قلنا ما في معروف انه الملتقى يشمل كذا وهذا اللي يشمله ما يزيد عن كذا، وبالتالي انه كل ما هو في داخل المركز ما تجيب شيء من خارج المركز، ما في شيء متفق عليه. فهذا مع الوقت ان شاء الله ومع يعني النشط يعني توسع في انشطه البرنامج الوطني والجمعيه اتوقع هذا الشيء يصير. بعض الاحيان على فكره ناس مره يجتهدوا يقول لك خلاص يا رجال نعرفهم، وافراط يفرط في 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 فيكون اما سطرين ولا ورقه واحده على عمل كبير او عمل صغير، وتلاقيه من الخوف سوى مجلد مواصفات ومجلد. فهذا دائما الوضع الحالي عندنا بين افراط وتفريط، ما في شيء متوازن في النص. حتى الان لا توجد مرجعيات تحكيميه او قضايا متخصصه في النزاع في موضوع المعارض والمؤتمرات. زي ما قلنا النزاعات على مستويات مختلفة بين صاحب فعالية وفعالية، وبين صاحب المنظم وصاحب فعالية، وبين المنظم والموردين الأطراف. بعض الأحيان في حالات التنظيم المشترك يكون في تحالفات، يعني شركتين داخلين في موضوع، يعني أنا متخصص في مؤتمرات، عادل متخصص في معارض، ندخل مع بعض نشترك في تنظيم فعالية لغرفة جدة كمثال. فاحنا الان نحتاج لان نكون يعني ما في مرجعيات كثيره وحالات سابقه صارت كمرجعيه تستفاد منها كصياغه، فبنجتهد الان نحط ايش دورك ايش دوري ايش الادوار، ما تخلو من ما زال بعض النواقص او الصياغات الغير واضحه اللي تؤدي قد تؤدي الى نشوء نزاعات. لذلك يعني ما في حتى الان صار مرجعيات كثير في عقود فيها تحالفات اكثر من طرف اشتغلوا في فعاليه واحده، وتحصل الان كثير من الاحيان يقول لك يا اخي انا ابغاك انت كمنظم بس الشاشات ما عليك، انا اتعاقد مباشره مع صاحب او انا صاحب الفعاليه، انا حوفر لك القاعه الريتز كارلتون بس انت تجيب كل الحاجات اللوجستيه، بس التعامل مع الفندق من خلالي. طيب اذا انا هنا لازم احمي نفسي، لانه بعض الاحيان الخطا كله ينسب لك كمنظم، الناس ما تعرف الحضره المؤتمر انه عقد الفندق دايركت مع الوزاره او مع الجهه دي، فبالتالي على طول هو الشماعة اللي بيعلق عليها اخطاء او تيجي عليك انت كمنظم، يقول لك والله شركة تعبانه، والله شركة ما قامت بواجبها قدام مسؤولين او قدام الاخرين. وحتى الانطباع عند الناس اللي يسود انه العيب من المنظم وليس العيب من الاليه دي. فاذا ما مكنتني واعطيت انه هذا التعاقد انت اوكي موله، لكن اعطيني انا المفاتيح، خليني انا امثلك معهم، انا اللي اقول متى الغداء، وانا اقول متى الكوفي بريك ينزل، وانا اقول مين مسؤول الفني في اللي يرفع الاضاءه ولا التكييف ولا كذا ولا كذا، عشان انا اقدر اتحمل المسؤوليه كامله. دائما تفادى، انا في استراتيجيتي دائما اقول تفادى اي عمل مفاتيح نجاحه ليست بيدك. لما تكون مفاتيح نجاح هذا العمل في يد الاخرين السيء هيجي عليك والنجاح هيروح لهم هينسب لهم. فهذه النقطه مهمه جدا. احنا هنا الان خلينا نتكلم على التحكيم. احنا طبعا الاقتراح في جزئيه التحكيم، احنا كان الهدف الحقيقه من هذه الورشه الاساسي انه احنا نعطي خلفيه عن الوضع القانوني لصناعه البيئه القانونيه الحقيقيه الفعليه لصناعه المعارض والمؤتمرات، ونتكلم عن اليه الملائمه لحل هذه النزاعات. الاليه الملائمه لحل هذه النزاعات من واقع يعني مقارنة مع أنشطة مشابهة أخرى هو نظام التحكيم. خلينا ندي فكرة عن نظام التحكيم. نظام التحكيم هو مرجعية للفصل في القضايا، وهو ملزم
يعني احكام اللجنه او هيئه التحكيم ملزمه لاطراف التحكيم، كيف التحكيم يصير ملزم على الاشخاص؟ لان هم الاشخاص اللي ارتضوا بدايه انهم يحلوا النزاع اللي قد ينشا بينهم اطراف التعاقد بالتحكيم. التحكيم قديم له تاريخ، حتى في القران الكريم وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يراد اصلاحا يصلح بينهما، ان شاء الله ما غلطت في الايه. فالتحكيم موجود بقدم التاريخ يعني. ونرجع في الممارسة المهنية قبل 50 سنة يمكن وقبلها كان في أهل الصنعة في الغرف، كان تلاقي نقيب أو مسؤول الصاغة لو يصير خلاف، الشيخ الخبازين، الشيخ الصنعة، الشيخ الصنعة هو كان هو ومعه مجموعة هم يتحكموا، هذا كانت موجودة. الآن في عدة صيغ للتحكيم، في الدول اللي ما عندها نظام تحكيم تلجأ عادة إلى أحد أنظمة التحكيم المعروفة دوليا، في حاجة اسمها اليونيسترا اللي هو نظام تحكيم الأمم المتحدة، هذا النظام عام يشمل يعني يغطي معظم الدول. في دول قديمة يعني متجدرة في موضوع التحكيم فعندهم غرف زي غرفة باريس الأشهر ICC، غرفة باريس للتحكيم الدولي أو غرفة التحكيم في شامبر اوف باريس، شامبر اوف كوميرس، في لندن كورت اوف انترناشونال اربيتريشن، في محكمة سنغافورية مشهورة في التحكيم، محكمة سنغافورة للتحكيم، وفي السويسرية. هذه المرجعيات مع الوقت صار لها قوانين وقواعد، صار تلاقي حتى الآن المقاول لما يجي يتعاقد مع أي عمل أو اطراف يتعاقدوا هو بغض النظر عن موضوع التعاقد يقول لك أنا وأنت نحل النزاع إذا نشب بيننا وفق آلية تحكيم الغرفة التجارية الفرنسية ICC أو الغرفة التجارية الدولية في في في, في سويسرا. هذه الغرفة هي قواعد التحكيم وليس نص الحكم، هي قواعد وإجراءات التحكيم. فالنظام التحكيم عبارة عن هو آلية اختيار المحكم، تشكيل الهيئة التحكيمية، الالتزام بنص الحكم، إبلاغ الحكم، الاعتراض على الحكم، فيها تفاصيل كثيرة. في المملكة تشجيع لهذا الموضوع من عام يعني من زمان، صدر نظام تحكيم وصدر نظام معدل آخرهم أعتقد عام 32. هذا النظام اسمه نظام التحكيم السعودي في مرسوم ملكي صادر فيه، وأجاز لإنشاء أنظمة تحكيم أو مراكز تحكيم بوفق ضوابط معينة. فإحنا اللي بنقترح ونقول أنه يجب أن يكون في مظلة خاصة بالمعارض والمؤتمرات نسميها غرفة التحكيم، غرفة تحكيم المعارض والمؤتمرات. هل تتبع غرفة الرياض، تتبع مجلس الغرف السعودية، تتبع غرفة جدة، تتبع برنامج الوطني، المهم يكون في كيان تتبع له. التحكيم الآن إيش آليته؟ الآن أنا ويوسف تعاقدنا على تنفيذ عمل معين وقلنا في نص أنه في حالة عدم الحل الودي أن اللجوء للتحكيم، نظام التحكيم السعودي. نظام التحكيم معناه أنه هو يرشح محكم يثق فيه وفق معايير معينة معروف أو هو يختاره، ده مو شرط يكون مسجل لأحد أنه محكم، بس عادة وزارة العدل الآن عندها سجل اسمه سجل المحكمين، شخص يقدر يسجل نفسه محكم في تخصص معين وفق سجل معين ويسموا قائمة المحكمين المعتمدين لدى وزارة العدل. مراكز التحكيم متخصصة زي الهيئة السعودية للمهندسين، عندهم مركز التحكيم الهندسي، في عندهم تسجيل للمحكمين وعندهم تصنيف محكم فيها ألف، محكم فيها باء، وخبير فني، فلازم يكون عندك كواليفيكيشن معين عشان تسجل. أنا بكرة لما أجي وبدي أستعين بالمركز التحكيم المهندسين في قضية هندسية هشوف قائمة المحكمين كلهم إيش تخصصاتهم إيش اسمهم، أنا أثق في فلان أقوم أنا أختاره. الطرف الآخر يجي يختار هو محكم آخر، فأنت وثقت في محكمك، يعني هي المحكم ليس محامي، هذا بعض الناس يعتقدوا إنه أنا اخترت المحكم ده هو يدافع عن حقي، لا، هو شخص محكم عضو هيئة قضائية سار، أنت تثق في نزاهته أو في حياديته، والشخص الآخر اختار شخص آخر. الاثنين هذول وإن كانوا حتى لو متخصصين مهندسين أو هنا مختصين في الفعاليات يختاروا المرجح. الهيئة التحكيمية تكون دائما من 3 أشخاص، محكم أنا أرشحه، محكم يرجح الطرف الآخر، الاثنين يتفقوا على مرجح. المرجح هذا يجب أن يكون إما شرعي أو قانوني، فكده اكتملت الدائرة القضايا بين متخصصين وبين جانب شرعي أو جانب قانوني، صار فريق التحكيم هذا أو هيئة التحكيم. هيئة التحكيم هذا زي أي دائرة قضائية في المحاكم، سواء القضاء المحاكم العامة أو ديوان المظالم المحاكم الإدارية، هيئة تجتمع ويكون في مقر للتحكيم المكان الفلاني ولها محاضر زي القضاء الكامل. الفرق إنه هذا قطاع خاص، قضاء خاص، وهذا قضاء حكومي. فهنا احنا ارتضينا وصارت السلطة الموجودة لهيئة التحكيم هذه بقوة النظام وبقوة ارادتنا انه احنا اخترنا فلان فلان. ما اقدر بكرة اقول والله
انا ما عجبني رايه ولا ما عجبني حكمه، خلاص راحت. هذا زي هي قضيه دائره وحيلت للدائره الاولى والدائره الثانيه والدائره الثالثه في المحكمه، نفس الشيء. هنا في قواعد لعمل هذه اللجان او لجان التحكيم، بالضبط زي المحاكم، كيف ابلاغ الاطراف والدفاع وتقديم المذكرات وتقديم الاراء والمستندات لكل راي الين يتم النضوج راي لدى المحكمه. الاعتراض ايضا وارد على الاحكام زي الطعن على اي حكم في القضاء العادي. فهذه هي فكره التحكيم. فنظام التحكيم السعودي اتاح للمجموعه من الافراد انهم ينشئوا كيان مركز تحكيم او لجهه هيئات مهنيه او زي الغرف التجاريه انها تقدر تنشئ مركز تحكيم. فاللي احنا نرى او نقترحه انه يكون في غرفه تحكيم خاصه بالمعارض والمؤتمرات. ايش غرفه التحكيم هذه؟ انا اخذت حاجه قياسيه بس عشان اسهل الموضوع. احنا عندنا في الهيئه السعوديه للمهندسين، انا من الناس اللي اشتركوا في كنت في شعبه التحكيم الهندسي، كنت نائب رئيس الشعبه، كان وقتها رئيس الشعبه الدكتور عبد الرحمن الربيع كان رئيس الهيئه وقتها رئيس الهيئه السعوديه للمهندسين، ومن بدا اشتغلنا على تكوين مركز التحكيم السعودي. وكان في عندنا زميل مهندس عبد الكريم السعدون كان هو متخصص ومهندس، فاشتغلنا مع بعض في تكوين مركز التحكيم بناء على نظام التحكيم السعودي. فانا اخذت كمحاكاه لهذا مركز التحكيم الهندسي الموجود في الهيئه السعوديه للمهندسين، مركز قائم يعمل لديه قضايا كثير، ايضا يلجا له ديوان المظالم في تقارير الخبره الفنيه لاعداد بعض الاحيان تقارير خبره فنيه بعض القضايا، فاصبح موديل الحقيقه ناجح، نموذج ناجح. فانا قلت عشان نقرب الصوره فيما يخصنا احنا في المعارض والمؤتمرات حطيت يعني حاجه مشابهه، فسميناها غرفه التحكيم في منازعات المعارض والمؤتمرات، وافترضنا انه غرفه الرياض هي المقر لها. غرفه تحكيم منازعات المعارض والمؤتمرات رؤيتها الغرفه دي تحقيق العداله السريعه في فض منازعات المعارض والمؤتمرات، الرساله الفصل في منازعات المعارض والمؤتمرات ونشر ثقافه تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات وتوفير بيئه عمل تراعي حقوق كافه الاطراف في القطاع. هدف الغرفه الفصل في منازعات المعارض والمؤتمرات عن طريق التحكيم او الطرق البديله. ايش هي الطرق البديله؟ في حاجه يسموها طرق حل النزاع البديل اللي هي التسويات، بعض الاحيان يسموها ميدياتور الموفق، انه طرفين لما نختار بعض الاحيان. حتى هذا كان من سلوك سيدنا عمر بن الخطاب، كان في جزئيه حل يعني في جزء في التحكيم كان ينصح دائما باللجوء للتوفيق الموفق، بعدين اذا انتفى تمسكت الاطراف نروح لحل التحكيم. ففي حديث ما اذكر نصه او يعني شيء في الاثر منقول عنه، لكن مما معناه البركه في الموفق اذا اراد اصلاح، وهذا موجوده في القران. فاجي احنا الطرفين سمينا انا ويوسف اخترنا شخصين محكمين، قد المحكمين بحكم ان هم الاثنين مختصين ومحايدين ما يحتاج حتى يوصلوا لدرجه انه يختاروا المرجح وتنشا هيئه التحكيم، يسووا اتفاق التسويه، اتفاقيه صلح يسموها، اتفاقيه صلح قانونيا او بعض الحين يسموها تسويه، بس هي الاصل على صلح. فيجي هم ده انا اشوف حقي من وجهه نظري انه انا صاحب الحق، وهو يشوف تفسيره لهذا البند انه هو صاحب الحق. لكن هو لما يقعد مع محكمه وانا اقعد مع محكمي المرشح مني والمحكمين يقعدوا مع بعض، قد نحتاج نوصل الى حل وسط وننهي الموضوع، لان انا كنت معتقد انه الحق معي وما زلت معتقد وهو يعتقد، لكن لما يجي اطراف اخرى فيصير حل توفيقي. فهذه من ضمن يسموها الحلول الطرق البديله لحل النزاع. فاذا الاهداف الفصل في المنازعات ايضا زي ما قلنا يكونوا موفقين، نشر ثقافه التحكيم في منازعات المعارض والمؤتمرات، يهمنا جدا انها تنتشر عند المحكمين في المنظمين في عقودهم انه اللجوء للتحكيم، مو دائما خلاص يحل بالانظمه المعمول وفقا للحل بالانظمه المعمول بها في المملكه، لا حط وفقا لنظام التحكيم السعودي. تاهيل كفاءات ذات خبره متميزه في مجال منازعات المعارض والمؤتمرات، يهمنا احنا ان شاء الله اذا سوينا هذا المركز او الغرفه غرفه التحكيم انه نسوي برامج تدريبيه لتاهيل احنا في الاخير مين هم المحكمين، انت وهو اللي اشتغلوا في الصناعه هم اللي حيكون هو محكم. فانت بكره ما تتعاقد مع احد وتحتاج هذا حتقول والله انا ارشح فلانه نعرفها فاهمه ومتخصصه في جزئيه كذا كذا كذا، ونوعيه الخلاف هو في الموضوع الفلاني. كمان في اشخاص لقيهم متميزين في موضوع معين، لذلك انا اختار كمحكم ضمن قائمه المحكمين المعتمده في الغرفه او في المركز اللي حينشا حاجة أقول والله فلان متخصص في كذا في كذا في كذا في كذا، في المعارض التجارية، في المعارض الاستهلاكية، فلان متخصص في المؤتمرات، فبالتالي ألجأ له كمحكم. فتأهيل الكفاءات هيكون دور للتدريب، توفير وتأمين متطلبات المساندة للعملية التحكيمية. طبعا الغرفة إنها توفر كل، دائما في مقر تحكيم وفي سكرتارية للتحكيم وفي نص محضر زي الجلسات القضائية،
كيف سووا محضر الضبط عند القاضي وكذا، يكون فينا محضر توثيق. ايضا تنمية وتطوير التعاون بين الغرفة ومراكز التحكيم الاخرى. طبعا احنا قد يكون يعني بعض الاحيان نستعين المراكز تتبادل معلومات اذا كان في مراكز مشابهة في نفس المجال. النظام الاساسي لغرفة التحكيم حسب ما ورد، طبعا زي ما قلنا نظام التحكيم والمصادر فيه نظام عام دائما صدور مستوى صدور الانظمة في المملكة. احنا عندنا ما في برلمان يعطي تشريع وقانون رقم كذا وكذا زي ما هو موجود في الدول. احنا في عندنا نظام الجهة العليا في 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 في, في, في التشريع الانظمة هو مجلس الوزراء، فيصدر نظام مثلا مشتريات حكومية او نظام العمل. هذا النظام عادة المواد مختصرة ويعطيك الاطار العام للنظام، يجي تحته بعدين يعطى الوزير المختص المعني بهذا الموضوع اصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. فذاك صار هو بمثابة مواد الدستور اللي هو النظام، وتيجي هذه اللائحة التنفيذية بمثابة في العرف البرلماني والدستوري بمثابة القوانين اللي تصدر من مجلس النواب. فهنا صار عندنا ان اللائحة يصدرها الوزير المختص، فهنا صدرت اللائحة في نظام اساسي للغرفة بناء على النظام الاساسي لنظام التحكيم السعودي، وبعدين في لائحة تنفيذية للنظام. فهذه تحولت في حالة الهيئة السعودية للمهندسين لمركز التحكيم الهندسي احنا حكيناها للغرف. ففي عادة في تعريفات يجب النظام الاساسي تعريفات، في عدة مواد، انشاء الغرفة، اهداف الغرفة، آلية التحكيم، مقر الغرفة، الهيكل الاداري، مجلس الامناء، اجتماعات مجلس امناء الغرفة، اختصاصات مجلس الامناء، المدير العام للغرفة، هيئة التحكيم، العضوية في الغرفة. هذا كله كان النظام الاساسي 12 مادة. جينا لائحة اجراءات غرفة التحكيم فيها عدة ابواب وكل باب فيه عدة مواد. التعريف، اتفاق التحكيم نفسه صياغته، لان اتفاق التحكيم ده اصلا مشارطة او اتفاق التحكيم يصير بين الاطراف، يوقع المحكم مع من يمثله، فيصير فيه اتفاقية تحكيم. ضوابط الاجراءات، المراسلات، النظر في النزاع، الدفاع عن الاطراف، الشهود والخبرة، هذا الباب الرابع. الباب الخامس في عدة مواد، اجراءات الفصل في الدعوة، المدد، الحكم، طلب تفسير وتصحيح الحكم، بالضبط زي القضاء، بس هو فقط انه يديروه هنا بدل قضاء عادين يصير متخصصين. الباب السادس الدعوة البطلان وقبولها، حجية حكم التحكيم، المادة 16 في الباب الثامن، مسؤولية غرف التحكيم المعارض والمؤتمرات، اتعاب التحكيم، دائما يكون فيه جداول بعض الاحيان ارشادية للاتعاب، يعني عشان الناس ما تبالغ، عشان ما تصير مفتوحة. هذا الكلام اللي انا قلته موجود بالتفصيل، انا ان شاء الله حتكون نشوف عن الزملاء في الغرفة اللي حبوا يحصلوا على كل البرزنتيشن هذه والتفصيل حق المركز، المواد كامله موجوده للاستفاده. احنا يهمنا يعني غرس ترسيخ مفهوم التحكيم. فهنا كمثال لو اخذنا اسم الغرفه غرفه كذا، الرؤيه كذا، الرساله، الاهداف قلنا المستفيدون من غرفه التحكيم كذا 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 كذا، الخدمات اللي تقدمها الغرفه اللي هي ما غرفه رياضه، نتكلم عن غرفه التحكيم. النظام الاساسي، اللجنه، لجنه المعارض والمؤتمرات بغرفه الرياض، لو افترضنا ان هي تكون مظله لغرفه التحكيم. النظام الاساسي للغرفه، اعضاء اللجنه هم كذا، مدير عام الغرفه، مدير تنفيذ، هيئه التحكيم هي الهيئه التي كذا. نظام التحكيم السعودي عام 33، انا قلت 32، فرقت سنه معي. اختصاصات ومقر الغرفه، هذه كلها احنا ركبناها بما يمشي مع المعارض والمؤتمرات، بس على ما تم اعتماده وماشي عليه مركز مرموق وقائم. وهكذا الآلية يعتمد مجلس الأمناء كذا، التفاصيل كثير. والهيكل لغرفة التحكيم يعني ما يحتاج يعني كلام قانوني أكثر، لكن أنه كل شيء وارد جدا. وأنا أدعو حقيقة يعني أنه الغرف يعني غرفة الرياض تأخذ المبادرة معه، شوف كيف الطريقه القانونيه من جهه الأمانة الغرفه، انه احنا يعني ننشئ غرفه تحكيم لحل النزاعات في المعارض والمؤتمرات، غرفه تحكيم معارض المؤتمرات، وتكون نموذجيه على مستوى المملكه. وطبعا هي لا يعني انها تنشئ تحت غرفه الرياض انها ما تحكم الا للشركات والمنظمين في المعارض او في منطقه الرياض، حتكون مفتوحه. انا كذا انتهيت، ما بطول عليكم اكثر من كذا، اخذنا الساعه وربع اللي قلنا عليه، وانا كنت حاط في بالي 10 دقائق لو كان حاب يستفسر او يناقش قبل ما نقفل الورشة عشان ما نعطيكم. فشكرا جزيلا للإصغاء، وأي استفسار تحت أمركم. تفضل. أنا أعطيك المايك. أيوة، خلينا نمشي هنا في النص. تفضل. شكرا لك. شكرا دكتور على الإيضاح. في جزئية مدعية جزئية قانونية تقدم كم مبدأ. الآن يكون أحيانا في اتفاق ما بين يمكن شخصين أو أحد الموردين.
لتنفيذ بعض الأعمال بعد ما تعتمد ويتم العمل يكون في هنالك خلاف، هل يعتبر العقد عند التوقيع من ذوي العلاقة نافذ أم لابد من توثيقه من غرفة تجارية أو من جهات أخرى؟ يعني هذه دائما فيها خلافات. طيب، هو طبعا التوثيق حماية ولكن ليس مطلب شرعي نظامي، لكن ده أنكر على أحد الأطراف. يعني جيت أنت زي ما قلت طرفين وقعوا العقد، وجاء قال لك يا أخي أنا اللي وقع العقد هذا غير مفوض بتمثيل شركتي، لما تصير موضوع قضية غير مفوض بتمثيل شركتي ما لم يكن هو صاحب الشركة. إذا كان هو صاحب الشركة وهو اللي وقع مؤسسة فردية أو اسمه موجود في السجل التجاري، إذا كان شركة ذات مسؤولية محدودة مثلا وهو المدير المسؤول ووقع، سر هذا التوقيع مزور، ما لم هو يدعي بأنه هذا التوقيع مزور سنة في قضية أخرى. ده هو اسم الشخص المفوض، ما يحتاج تفويض، لأن هو ضمن اختصاصاته في الصلاحيات المفوضة له في 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 النظام الأساسي للشركة إنه هو توقيع العقود و و و وعادة أنت أبحث فيها دائما لما يكون موضوع مو مؤسسة فردية، تكون مؤسسة شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة ذات مساهمة مغلقة، أي نوع من أنواع الشركات أو تضامنية، من المستندات التي تبحث عليها قبل ما توقع العقد. ما تندفع بس بتوقع عقد عشان تأخذ مشروع إذا كان الطرف الآخر شركة، يقول له سمحت أحتاج، طبيعي تطلب سجل تجاري، تطلب نظام الأساسي للشركة وتشوف هل هو مفوض بالتوقيع ولا لا. إذا هو مفوض بالتوقيع وهذا هو الاسم، أنت في السيف سايد، ما يقدر بكرة ينكر، ما لم يدعي بكرة إنه أنا الكلام أنا لا شفتك ولا أنا اللي وقعت، هذا عاد صار دعوة تزوير، هذا عاد يرجع للفحص وكذا كذا. لكن إذا طرف آخر غير المذكور في هذه الأماكن في الاسم موجود في ضمن المستندات هذه، يجب أن يكون مفوض حماية لك، حماية لك. يعني أنا مثلا بعض الأحيان في حاجات بسيطة، أنت الآن عندك بتبني وتبي تتوقع تعاقد مع ورشة نجارة عشان يسوي لك أبواب، بعض الأحيان أنت إذا أنت حطيت من الشروط أنك تدفع له حسب الإنجاز ما تحتاج لا توثق ولا شيء. لو لا والله بدي يقول لك 50% دفعة مقدمة، لا أنا أقول له روح أجيب لي وصدق من الغرفة التجارية عشان بكرة أخش في عين الورشة رعيها، حتى لو كان متستر وفي ناس شغالين من تحت، أقول له تعال أنا هذا عقد موثق من الغرفة، أنا دفعت 50% والأبواب ما توردت إلا الآن عشان ادفع لك باقي الفلوس او كذا، فيصير عندك مخرج. لكن لما تروح الان كثير من القضايا تروح هناك تقول لك، يقول لك اصلا هذا ختم في الشنطه، شوف شوفهم حدادين يدوروا في شوارع بونيت، حداد مظلات ما ادري، تشوفوها جلي رخام ما ادري، تشوفوهم مع دفتر الفواتير والسندات ومختم، هو باكستاني ولا المهم انه مقيم، فيجي يخش يقول لك سوي كذا كذا، يسوي لك كذا فاتوره ويمشي. لما تروح تتحول الموضوع الى شكوى ولا طاحت المظله ولا تروح، اول شيء صاحب العمل يقول لك انا ما اعرف هذا ولا شفته، انت تتعامل معي واحد من الشارع حتى لو كان على الكفاله وخذ صوره اقامته. يعني تصير فيها اخذ ورد. لذلك انا اقول دائما تحقق من الحاجات اللي ذكرناها، التحقق من اهليه من يوقع العقد. شكرا. في استفسار اخر؟ في بس جاء مدام فعلنا اخو الان في سؤال اخر بالنسبه للقطاعات، سواء ملاك المنشآت او الجهات الحكوميه غالبا يكون عندهم عقد يعني ستاندرد ما يحب ان يطلع عنه، فيلزمك بما هو موجود فيه. مثلا من ناحيه التعاقد مع احد الجهات ذات العمل، مثلا وزاره او جهه حكوميه كانت، لما تكتب مثلا بالعقد انه الدفع مثلا خلال 3 أيام عمل من تنفيذ العمل او في جدوله يعني زمنيه، عند عمل هذه يمكن يتاخر ما يدفع لك الا بعد اسبوعين 3 أسابيع 4 أسابيع، ما نعلم انه عند التاخير في الاداء او التنفيذ يحملك مسؤولية، ولا تستطيع انك ايش تحمله على الدفع هذه. صحيح، هذا دائما في عدم التوازن في العقود، انه تلاقي الطرف الاخر حامي كل حقوقه وانت عليك تلتزم وهو يحاسبك، لكن هو الشيء الوحيد اللي عليه انه يدفع لك وانت حطها في العقد خلال 7 أيام عمل من تاريخ استلام الرعايه. خلينا نقول صرف الحكومه طبيعي ياخذ وقت وتروح امر دفع لوزاره الماليه وتاخذ، لكن بعض الاحيان بعض الجهات الحكوميه في وزارات يسوي الحساب خاص بالمؤتمر عنده وتودع فيه الرعايات ويوقع اللي يوقع على الحساب هذا وكيل وزارة ومدير مالي ولا كذا، ومكتوب في العقد خلال 5 أيام عمل من دخول الشيك. أنا ما أقول لك تجيب لي فلوس من برا، اقعدوا لا تأكدتوا سوى المدري إيش، طب راجعوا الويب سايت، طب يا عمي أنا شغلي بس بصرف فلوس. في هذه الحالة يجب أنك أنت تحط في التأمين إن من حقك التوقف وتحمل المسؤولية. وبعض الأحيان الناس يخافوا، وهذا يعني انه يتجرع على هذه الجهه، يقول لك لا لا الحين لو وقفت ولا شيء، لا يا اخي قول هذا حق تعاقدي كذا وارفع لي على مسؤول في الجهه انه انا من حقي كذا. فبالتالي هذه النقاط دائما
احنا نتحمس ونوقع العقود وما نركز في الشروط عشان يبقى ناخذ العمل، لكن لو رجعنا له بنص واضح وكذا، وبعدين يصير فيه توضيح واجتماعات. دائما انا ما افضل انه ما يوصل لحد يعني دائما اذا الجهه وثقت، يعني انت ازرع الثقه في بدايه التنفيذ، اذا الجهه وثقت في مصداقيتك وفي جوده العمل وشعرت بانك انت سويت حاجات اكثر من المطلوب حيكون في تفاعل اكثر. لكن في ناس سبحان الله ما هم موفقين للخير، يعني مهما تسوي يبي يعطلك ويمسك لك ويقول لك هاي امسكوا له 20% 30% لما يخلص المؤتمر، جيبوا الصور، جيبوا الكليبنج، جيبوا المدريش، طب راجعوا الفيلم، عدلوا هذه، تطلع معاك والاخير يجي فاوضك، طيب والله كان في عندنا 20 شخص ما قدرنا ندبر لهم اوفر تايم، يبغى لهم 50,000 ريال مكافات خارج دوام، ونبغى يبدا يبتزوك. تحصل من جهات حكوميه يعني. فيبغوا يبداوا ايش؟ يعني موظفين، سلوك موظفين يعني، ما هو شيء في النظام ولكن سلوك موظفين. فتضطر تتجاوب عشان تحافظ على العلاقه معهم، خاصه اذا كان الوضع معك مربع، لكن اذا كان الموضوع اصلا ما غط راس ماله يعني الله لا. تفضل. ذكرت في البدايه دكتور، اول حاجه شكرا على الطرح اللي طرحته. ذكرت في البدايه انواع العقود، وفي العقود الاداريه اللي هي خاصه بالجهات الحكوميه. اذا جينا الى تعريف الجهات الحكوميه، هل فقط هي الوزارات أم الهيئات والغرف التجارية؟ ما هو تعريف الجهات طبعا الحكومية عشان الموضوع؟ الجهات الحكومية هي الوزارات والهيئات العامة أو المؤسسات العامة اللي الدولة تعين مسؤوليها، يعني زي المؤسسة العامة تحت المياه المالحة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، المؤسسة العامة التقاعد، التأمينات الاجتماعية، تحلية المياه، كهرباء لا، المؤسسة العامة الكهرباء، لكن الهيئة الوطنية الهيئة الإنتاج وتنظيم الكهرباء هذه هيئة حكومية. لأنه في شركات حكومية أصلاً. في شركات حتى لو تملكها الحكومة زي الشركة الوطنية المياه. الشركة الوطنية المياه 100% ملكية حكومية، ولكن لها نظام تجاري، وبالتالي الشكوى على الشركة الوطنية المياه ما زالت حتى بالنظام التجاري بحكم ملكيتها الحكومة ما زالت التقاضي حقها يروح لديوان المظالم إلى الآن. صار في مشكلة أول ما تحولت الوزارة قطاع المياه في الوزارة قطاع التوزيع والشبكات إلى الشركة الوطنية المياه، صار في مشكلة، في ناس عندهم عقود كانوا موقعينها مع وزارة المياه أو مديرية المياه في منطقة الرياض مثلا، وصار خلاف ونزاع في تنفيذ بقية العقد شبكة مياه مثلا. فصار لما راحوا اشتكوا أول شيء ديوان المظالم رفض القضايا، قال لك هذه اسمها شركة إذا ما هي تابعة مجوني، روحوا للقضاء التجاري أو ضمن المحكمة العامة للقضاء التجاري. أول كان القضاء التجاري دون المظالم، إحنا قالوا شلون دون المظالم، صار القضاء التجاري دون المحكمة العامة محاكم التجارية. الجهات السمي جفرمنت. إيه بقول لك هذه قصة. الغرفة التجارية قطاع خاص. أوكي. لا يملك تعيين فيها الحكومة، اللي يملك تعيين فيها القطاع الخاص. الغرفة التجارية السابق هي ملكية قطاع، هي ملكية جبل ينبع، لا قطاع مؤسسة حكومية الدولة قائمة عليها. أرامكو قطاع خاص برغم أن الدولة تملكها، بس لها قطاع خاص تقاضيها في 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 المحاكم التجاريه. فهنا مينلي ما تملك الدوله تملك التعيين فيه الجهات العامه اللي تلاقيها في ميزانيه الدوله لها ليست، مؤسسه العامه لكذا، جامعه الملك سعود، جامعه المجمع، جامعه حائل، جامعه هذه، مؤسسه كذا، مؤسسه كذا، الهيئه الوطنيه لكذا، الهيئه العامه لكذا، هذه القائمه اللي هي تتحكم في حتى وزاره العدل يجوز مقاضاتها ترى لدى ديوان المظالم كجهاز حكومي. شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني نشوفكم في مناسبات اخرى. شكرا جزيلا. شكرا، الله يسلمك. شكرا.